طيب خلينا نروح لنمبر 1. افضل لاعب في المنتخب امام موزمبيق شرقاوي بسرعه. مصطفى محمد طبعا. لاعب تتمنى مشاركته اساسيا امام غانا عبد الرحمن. ولا واحد. اختار واحد. اختار واحد اساسيا. اساسيا ماشي. عمر كمان مش هو مش لدرجه الامنيه بس هو افضل واحد لازم يلعب. ماشي. لاعب في غانا سيشكل خطوره على المنتخب. اندريا ايو، محمد قدوس، ويليامز. قدوس افضل طبعا لاعب في المنتخب. شرقاوي. هو قدوس لو لعب هيبقى اخطر واحد. منتخب مفاجاه تتوقع ان يصل لابعد مدى بالبطوله. الراس الاخضر، بوركينا، انجولا. شرقاوي. يا بوركينا. الراس الاخضر. منتخب كبير تتوقع ان يغادر مبكرا. غانا، الكاميرون، نيجيريا. مكتفين بالثلاث دول. اكيد غانا. اكيد غانا. متفق. غانا. افضل لاعب في الجزائر امام انجولا. بغداد، اسماعيل بن ناصر، رياض محرز. شرقاوي. بغداد طبعا. بغداد بنجاح. افضل اسطوره افريقيه عبد الرحمن. في الثلاثه. جورج واي. شرقاوي. التلاتة بصراحة بس اختار واحد. يعني اتو. اتو. افضل اسطورة افريقية في حراسة المرمى. بيل انطوان، بدو الزاكي، عصام الحضري. الشرقاوي. الحضري. عصام الحضري طبعا. طبعا. استاذ عبد الرحمن مجدي نورتنا وشرفتنا. اشكرك. والاستاذ محمد